السلام عليكم، قواكم الله. اليوم حاب أتكلم عن مراحل ما بعد التفقيس. طبعا قبل لا ننزل البيض بالحضانة وبعد التفقيس نرش بالماكينة فوكسجين بلس، مكافح للفيروس وقاتل للبكتيريا، ممتاز وانصح فيه. ولازم بعد التفقيس ننطر 24 ساعة لين ينشفون الفروخ. بعد ما تطلعهم من ماكينة التفقيس تحطهم بخانات خشب أو حديد، يفضل تكون متر ب60 بارتفاع 45 أو 50 على حسب رغبة المربي والأرضية. البعض يفضل شبك والبعض يحط رمل والبعض يحط نشارة خشب معقمة، وما ننسى ليت التدفئة خاصة بالشتاء يكون شغال 24 ساعة. وطبعا بالماء لازم تحط لهم مضاد حيوي، ويستحسن CRD92 موجود بشركة النخيل، قفشة صغيرة على كل لتر. طبعا CRD موجود بشركة النخيل، قفشة صغيرة على كل لتر ماي. وموفقين خير، واي سؤال او استفسار لحساب حسابكم وانا تحت امركم. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندي نصيحة لأهل الحلال بخصوص الشتاء البارد والمربعانية. الحلال يتعب وتبدأ معاك أمراض واردة على البعض وعلى المبتدئين مفاجئة. عليكم بالآتي: تدفئة المحاكر مع وجود شفاط للتهوية. البعض يستخدم الدفايات والبعض يستخدم ليتات تدفئة اللي تكون حرارتها عالية، وضروري وجود النايلون الشفاف بالليل وتقدر تهوي عليهم بالنهار. ولا ننسى العلاجات للوقاية والتحصين للمفارخ الصغار، استخدام CRD92 ممتاز اللي أعمارهم من يوم لشهر، واللي أعمارهم فوق الشهر لعمر بياض عطهم وجبة بصل وثوم مرة كل أسبوع، وبعدها الطعم. وبعد التطعيم تعطيهم بودر بالماء من علاج الإسهالات مدة 3 أيام، وبعدها علاج التنفس مدة 3 أيام، وراح تشوف الحلال بإذن الله بأحسن حال والإنتاج طيب. وسامحونا على القصور، وأي سؤال أو استفسار لحساب حسابكم وأنا ضيفكم. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير إخواني المتابعين. اليوم حاب أتكلم عن الكركم وفوائده للطيور. إذا عطيتهم على الريج يساعد في الحد من المغص ويطرد الغازات في البطن، ويصلح للأمراض الجلدية، ومضاد للأكسدة وأقوى من فيتامين ياء. والكركم يساعد من تغليل ضغط الدم ويساعد في علاج مشاكل المعدة. ينفع كذلك لحرق السمنة، ويعمل على تكسير الدهون والتخلص منها، ويساعد في طرد السموم من الكبد وتنشيط الانزيمات، ويعمل على تعزيز جهاز المناعة وتنظيم نسبة السكر في الدم، ويقي من أمراض القلب، ويفيد كذلك للآلام المفاصل. ويعد الكركم مضاد ومطهر للجراثيم، أنصحكم فيه. الكركم من الأعشاب المثيرة للاهتمام. وموفقين خير، وسامحونا على القصور. السلام عليكم إخواني المتابعين. راجو، شنو هالإبرة هذه؟ هذا إبرة مرهم. مرهم؟ مرهم. شنو؟ حق دجاج، حق حمام، حق بات، كل شيء. هذا يا جماعة مرهم مضاد حيوي حق تفخات العين، حمام، رومي، دجاج، حق الطيور عامة. ممتاز ممتاز، مجرب ونتائجه حلوة. اللي يعاني من ورمات عين، تفخات، كلمنا. موفقين خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تفخة العين يا جماعة، نوع من أنواع أمراض التنفس. بوريكم طريقة علاج. هذه الإبرة اللي كلمتكم عنها، الحين بوريكم الطريقة شلون. امسك العين، امسك العين، بس كافي عليه، شافي. يلا ان شاء الله. طبعا نحط بالصوبين هاي الربع. عطني عين ثاني، عطي شوي شوي رام، بس. هذا مرهم مضاد حيوي الربع، ممتاز. اللي يبي يكلمني طال عمرك، والله يشافي حلالكم.